خليك. انا هحاول افتكر. اول حاجه رقابه الشخصيه الدراميه القريبه مني هي شخصيه هند في فيلم ملك وكتاب، يعني دي اقرب شخصيه ليا، هي شبهي خالص يعني. هي انا مريت بنفس التجارب بتاعتي يعني، بس ما حبيتش محمود عبد السلام يعني، بس اللوكيشن وحب اللوكيشن ومشاهده الافلام وهند يعني. هند في ملك وكتابه دي اكتر شخصيه شبهي. الحاجه اللي اتحذفت بس رجعت كانت من فيلم ملك وكتابه، كنت مضايقاني جدا انه كان مفروض في مشهد هو بيدخل بيفتح الباب باب الحمام، فبيلاقي مراته مع طالب ولد صغير، فده بيخليه يقفل الباب وينزل ويقرر يطلقها وهكذا، وبنشوف حياته ازاي بتتغير. فالرقابه صممت تشيل الولد، يعني بقى الباب بيتفتح شايف، هو شايف مراته بتستحمى فزعل يعني، فزعل وطلقها يعني. ده المشاهد لما شاف كده قال لك فتح لقاه بتستحمى، قال لك بتستحمى هنزل هطلقها على طول. فانا فاكره ساعتها ان انا اتجننت. يعني اللي هو خلي فيه عقل، يعني يبقى فيه عقل. طيب يعني المشهد ما فيهوش ابتذال، المشهد معلومه ان الراجل ده كل كيانه اتهز، مراته الست كذا بيلاقيها مع طالب في الحمام بيستحموا هما الاثنين. فده ده مش صدقني، المشاهد مش هيبص عليها، هو المشاهد هيبقى مع محمود عبد السلام. فحضرتك معلش رجعه لان شكله كده طلقها عشان استحمت، ففي حاجه. فدي كانت الحاجه اللي كانت مره في الرقابه، مره ثانيه واتشالت ما قدرتش ان انا. كانت خناقه، الخناقه اللي ما بين احمد الفيشاوي وحسين الامام في فيلم 1-0. لا كانت الخناقه، وكان في خناقه في الشارع برضو. لا الخناقه كانت خناقه بجد، وجد خناقه شبهنا، شبه كلامنا، اللي احنا طول الوقت عشان لما نيجي نواجه بعض يقول لك مش بنسمع الكلام ده. لا حضرتك وانت ماشي الشارع طول الوقت بتسمع حاجات كتير قوي، يعني فوق اللي انا كنت قايلاه في الفيلم بكتير بكتير. ففكرة انه لا احنا ما بنعملش كده، لا احنا هينين، احنا ما بنشتمش، احنا بناكل بالشوكة والسكينة، احنا ما بنعملش حاجة غلط، احنا مؤدبين، احنا طيبين، احنا محترمين، احنا ما فيش زينا، مش حاجة اسمها كده. فبس فكانت الخناقة اتشالت، فانا ده ضعف الخناقة قوي. هما كتموا الصوت، يعني خلى الصورة موجودة بس الصوت كله اتكتم. فده كان من الحاجات اللي كانت يعني مضايقاني قوي، لانه انا عمري ما احب ان انا اعمل حاجه بمعنى انها مبتذله، بمعنى ان انا ابقى قصده، لكن والمشاهد بيعرف الفرق. وفي عقل، في عقل في فكره الرقابه، يعني انه في حاجه تشيلها، وفي حاجه معنى مهم لو شلته خلاص شيل الفيلم كله حضرتك ما تعرضوش. فبس معلش احنا معانا اسئله كتير، احنا بنشكر. هو المسك صح؟ هو المسك. برافو عليك. بنشكر طبعا كامله.